صلاح النهارده كان نوعا ما اناني، ده طب اناني يعني، هنا الباص على طول لفيرمينو باص سهل، انما هو عاوز يجيب، خاصه عاوز ان فيرمينو ياما صنع للاثنين صح، وياما صلاح صنع لماني، وياما صلاح صنع لفيرمينو والعكس. فبالنسبه لي بعض الاحيان الباص على طول بيمينه لفيرمينو، بعض الاحيان اللعيب بيحس ان زمايله جابت اللي حواليه، فهو عاوز يجيب. هذا الكره اللي سبب المشكله قد تكون فممكن دي باص سهل يلعبها لماني، انما هو حب يرقص ويسجل، يقول لك ماني سجل وفيرمينو سجل. فبالنسبه لك دي في الامور اللي زي دي ممكن تتغاضى عنها شويه، انما هي انانيه زايده ومعاك انه معاه ان انت تبقى زعلان. يعني انت نوعا ما تتفهم رده فعل ماني، لكن يحسب على ماني رده فعل مبالغ فيها في العلن. بالظبط صح، الحاجات دي في الدريسنج بس هنا التمرير اكيد لا معاك، انا معاك، واضحه لاي متابع. هنا الباص سهل زي الماني موجود قبلها فيرمينو، فالباص سهل، فالطبيعي ممكن في بعض الاحيان انت عاوز تسجل وطمعان ان انت تسجل. هنا الخروج الغير او التصرف الغير مقبول. ثم لم يبالغ في رده فعل والكلام مع ماني، لانه نوعا ما يقدر شعور اللاعب. طبعا هي شعور لعيب، عكس ما حدث مثلا بين جوارديولا واجويرو. انما ارجع تاني يا محمد اقول لك كل الامور مظبوطه للفريق، وشوف اللعيبه خارجه زعلانه من ايه، ان اللعيب زميله ما بصلوش يريد ان يسجل المزيد من الاهداف وكسبان ثلاثه وكل الامور تمام. فدي زي بقول ممكن تصرف غير مقبول، الحاجات دي في الدريسنج روم ما بينك وما بين زميلك او ما بين المدرب هو الفيصل، انما بطبيعه المعرفه اللي